حياكم الله لمقتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وأربيل، وسجل الدينار أمام الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 1511 دينارا، فيما كانت الأسعار أمس 1495 دينارا للدولار الواحد. في محال الصرف بالأسواق المحلية لبغداد، سجل الدينار 1522 دينارا مقابل كل دولار للبيع، و1500 دولارين أو دينارين لكل دولار للشراء. قالت الشركة العامة للموانئ إن ميناء أم قصر الشمالي استقبل نحو 1.25 مليون طن من البضائع في شهر شباط الماضي، ارتفاعا بلغت نسبته 27% مقارنة بالكميات المستوردة في شهر كانون الثاني. وبحسب الشركة العامة للموانئ، فإن عدد الحاويات المستوردة بلغت 47215 حاوية لشهر شباط، فيما بلغ عدد الحاويات المستوردة في شهر كانون الثاني نحو 38992 حاوية. وبهذا يعد شهر شباط الأعلى بمعدل إنتاج ميناء أم قصر الشمالية، ويعود ذلك لإمكانياته في استقبال أنواع السفن ورسوبها عند أرصفته. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط الخام العراقي إلى الولايات المتحدة بلغت أكثر من 115 مليون برميل خلال العام الماضي. قالت الإدارة إن صادرات العراق من النفط ومشتقاته في شهر كانون الأول بلغت نحو 7 ملايين برميل، مرتفعة بأكثر من 1.5 مليون برميل عما سجلته في شهر تشرين الثاني الذي لم تصل فيه إلى 5.4 ملايين برميل. تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد فشل تعهدات الصين بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كورونا. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 3 سنتات لتصل إلى 82 دولارا و77 سنتا للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 11 سنتا إلى 78 دولارا و63 سنتا للبرميل. وانخفض سعر التسوية لخام برنت 75 سنتا عند 82 دولارا و80 سنتا، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط دولارا و24 سنتا عند 78 دولارا و74 سنتا للبرميل. ارتفع معدل التضخم في تركيا مجددا خلال شهر شباط، مسجلا اكثر من 67% على اساس سنوي، وبمعدل شهري وصل ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليره التركيه وصل الى 4.5%، الا ان خبراء في الاقتصاد في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون بأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ أكثر من 120% على أساس سنوي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.